تاريخكم وقلوبكم نفس اللون يتشابهن واثنينهن كانن سود على ميز الليالي وقعدة التجار من دمه اللي شفت بكاسهم شربوا يومنا لمينا له من كل واحد اصبع لحد ما لمينا ايد وفرح صارت عند ايد ويا كل رفعت علم يوم الخميس قام يرفع شفه من يقرا النشيد ثلج مهدور دمه بديرة الماي كتله الماي والماي بيشيل الله 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 يا الله. سادة المشاهدين مشاهدي قناة الأيام الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتغطية خاصة لقناة الأيام الفضائية حول مقتل أولاد الطاغية أولاد الملعون صدام حسين لعنة الله عليه، مقتل عدي وقصي لعنة الله عليهم. إذن أنا وأنتم وضيوف المبدعين ضيوف شعراء بغداد وشعراء تحديدا خلينا نقول شعراء المدينة محمد شلش، حللت اهلا ونزلت سهلا حبيبي. الله يعزك سيد، شكرا لك على هاي الدعوه الجميله. شكرا لتلبيه الدعوه. الله يعزك، شرف. وضيف الاخر الشاعر الحبيب والنازك مقتدى محمد، حللت اهلا ونزلت سهلا. وسهلا بك، الله يسلمك حبيبي. اشكرك على الدعوه وان شاء الله ديمومه البرنامج. الله يسلمك حبيبي، الله يخليك. اذا حتى ما نريد ياخذنا الوقت، احنا اليوم مثل ما تعرفون بتغطيه خاصه اغلب الاعلام هملها صح. او كفوا النظر عنها وغض البصر عنها، صح؟ صح. بسبب نعرف توجهات وميولات غير المتعارف عليه حاليا، لكن احنا اليوم بدورنا كشباب واعي نتناول هاي المواضيع، كدورنا كشعراء شعبيين. لا هو الموضوع خاص، موضوع جميل جدا، لانه تاريخ العراق حاليا ما جاي ينذكر وما صح. جاي يدخلونا على مجال الشعر الشعبي. السبب برايك؟ السبب هاي نقطة حلوة. مو هي ترجع اول شيء اكو اسس، ما اكو اساسيات مال القناه، انه القناه تفرض عليك انه انت ما تتدخل بهيك امور. خوش. واكو البرامج الشعريه يقول لك انا اعتمد على موضوع الشاعر الوجداني الغزل، هذني يصير نسبه مشاهدات اعلى، تجيب مشاهدات اعلى. خوش. لكن الافضل والاكاديمي، يعني اللي يريد تخلي مثلا حلقه للتاريخ، انا اليوم اسولف ويا مقتدى، قلت له مقتدى هاي الحلقة باكر عقب نذكرها، لأنه أنت داخل بموضوع سولف عن تاريخ عراق وأنت شاعر شعبي، فهيك موضوع صعب. زين زين، أنت ومقتدى وعشرة يفكرون، زين الباقي ايش عجب؟ يعني نقول هل يا ترى غافل عن الموضوع؟ لا بتقصير، إذا نحكي عن مجال الشعراء احنا بعيدا عن القناة، هو اليوم كشاعر شاب يعني يقدر يصور بهذا، هاي اليوم تاريخ 27 او صح. فلان تاريخ يقدر يصور فعلا، لكن ترجع ورا الثقافه. اليوم انت صعب تلقى شاعر ثقافه، لو نقول ثباتي على نهج، ثبات على نهج او ثقافه. انت اليوم صعب تلقى شاعر شاب يقرا كتاب، صعب تلقى شاعر شاب مستمر بمنتقيات ثقافيه صح. لا اغلب الجلسات اللي يقعدون بها الشعراء فيكون موضوعهم حول الجيل المدرش، يعني ما يطلعون الاطلاع ابعد انه التاريخ العراقي. خلينا نقول فلان سوى وفلان ما عنده شيء، وفلان هيك شيء وفلان ما عنده، وفلان ذاك اليوم بفلان مهرجان سويت يعني هيك هيك شيء. كل شيء ما صار. يعني احنا اليوم عدي وقصي لعنه الله عليهم، يعني احنا هسه ما ملاحقين عليهم، بس نشوفه يوتيوب ونشوفه مواقع التواصل اهلنا سولفوا، يعني دمروا بشريه كامله. يعني جيل كامل، يعني انا اهلنا يسولفون يقولون لعنة الله علي عدي كان يقعد سهراته وكذا خمور شرب وغيرها، كان يقول لك يعني اي عرض عالمي طب له ينتهك ويطلع ما حد يقدر يحكي. فعلا فعلا. زين بهالحاله احنا اذا ما نوثقه وما نوثقه للاجيال الجايه، من راح بعد يذكره؟ من اللي يقول سلبياته؟ الناس تتغاضى عنه، تركض لنا بس على فلان. بالعصور اللي مضت كانوا لما يصير اكفه حدث تاريخي يريدون يتناقشون به ويعرفون حقيقه هذا الحدث يرجعون الشعراء العصر. صح. فهذا الشيء حاليا احنا لازم احنا ناخذ هذا الدور، بعد احنا شعراء هذا الجيل، شعراء هذا الوقت، باكر عقبه بعد مثلا 50 سنه 100 سنه لما يجون يفتحون هيك موضوع راح يرجعون الشعراء هذا العصر من هم الموجودين. حاليا هو الشعر الشعبي هو الشعر السائد بالعراق كله. صح. موجود شعر فصيح لكن بنسبه بسيطه. صح. اي فالشعر الشعبي هو باكر عقبه راح يرجعون الى على مود التاريخ. صح. يشوفون مثلا عدي صدام لما باكر عقبه تطلع اكو كلش هواي عالم تحب عدي. ليش؟ لان مستفادين من هذا الموضوع. صح. فايش راح يسوون؟ التاريخ راح يتزور 100%. يتزيف كله. فراح يتزيف التاريخ يطلعوا لك اياه الصوره. حلقتنا وهذا وجودكم احنا ما راح ان شاء الله تاريخنا ان شاء الله. لان احنا ايش ما نسولف؟ ايش ما نسولف يعني على
على ناس يعني اذا اكو مواضيع ترى ما تنطرح بالاعلام فعلا صح صح صحيح اكو مواضيع ما تتسولف تتحفظ عنها فعلا يعني شاب بالرئيس دوله كان يطب عليه كذا عائله والله بنت جميله وجمال صح وكذا انت هيك ويطلع ماكو صح وهاي سمعنا عن هيك حوادث وقصص سهر امور امور يعني الاخلاقيه ما تنطرح الاشهر اللي اجت على عدد صدام انه يمتلك اسلحه ذهب يعني هاي بين العنفوان وبين الغنى زين زين خلينا نحكي على هذا الموضوع يمتلك اسلحه ذهب هو ابن من صدام ابن رئيس العراق بوقته يمتلك سلاح ذهب زين احنا هسه قاعد نشوف هجمه خلينا نبوبها هالباب على القاده الشيعه زين صح صح بأن يعني ابن فلان راكب له لاند كروز ابن فلان راكب له كذا سياره ابن فلان عده زين ليش انا ما بو كان ما اتهجم واحكي سلبيات هذا الوقت الهسه بي خلينا احكي السلبيات اللي تاذيت بيها انا تاذى بيها ابوي صح اللي تاذى بيها صديقي يعني لا بيت اليوم ما عد شهيد مصدام مستحيل انا لحد الان جدي بعد فقيد بحرب ما حد يدري لحد الان ومن تحكي قال لك ها والله كان ضد النظام فعلا. زين هو ذا النظام هو يقتلني يقتل ابوك يقتلني يقتل فلان يقتل هي من خلصت حروب وفترات قاسيه على الشعب مرت دمرت اغلب العوائل قبل يقول لك والله نطحن الفصام وناكله بزمن لا هي. لا شوف والله حاليا اكو نظره عند الشباب مو الشباب انما المراهقين شي يشوف يريد يختلف خلينا نقول جماعه التيك توك بالضبط يريد يختلف شي يسوي يطلع يقول لك صدام حسين افضل شخصيه حكمه العراق بالعكس صدام حسين افشل شخص ليش؟ لأن صدام حسين من أول ما استلم لحد ما طلع إشقد الشهداء أعلى نسبة الشهداء بالعراق هي بفترته ليش؟ دخل بحرب إيران على مود توقيع ما وقع دخل بحرب إيران وراها إشقد طلع مليون شهيد ورجع وقع نفس التوقيع وراحت أراضي عراقية وراحت حدود عراقية وراحت آبار مال نفط وراحت عالم هاي المعلومة كلش مهمة هي. يعني إحنا صاير اتهامات بأن اكو شباب ترى قامت تتهم المرجعيه بان بسببها ارواح الشهداء راحت بالحشد الشعبي تهموا بها المرجعيه صح هي شلون نقول كلام هذا يعني انتم قاعد تشوفون بالمواقع التواصل يعني هاي نقطه مهمه بان الرساله خلينا نوصلها بان اللي ينشر واللي يسولف على شهدائنا ويقيسهم ذاك شهداء العصر السابق خلي يتاكد شوي لا مستحيل وترى اللي يطلعون هيك مواضيع هي مو فات مثلا شباب وبيناتهم يطلعون لا هاي اكو منظمات كبيره جاي تطلع واكو بيجات مموله والله صحيح انت لاحظ لما تلقى هيك منشور مثلا باساءات ارجع للبيج راح تلقى بيج ممول وهاي من هو مدير البيج ما تقدر توصل له اعلاميين مدير البيج ما تقدر توصل له الادمنيه بالبيج ما تقدر ليش؟ لان هذول هاي الجهات احنا انا حاليا من جهه شكل انا هم ما اعرفهم من هم صح بس هاي اكو ناس مغرضه صح اللي جات تدخل بهيك احنا ممارضة. حتى لا ياخذنا الوقت خلينا نبدا باول قصيده نكتب هو على كاتبين على نفس الموضوع احسنت هاي رساله اي رساله هي حتى مو قصيده كامله لكن انه قدرت اوظف بها شيء من الموجود تقول تاريخكم وقلوبكم نفس اللون خوش تاريخكم وقلوبكم نفس اللون يتشابهن واثنينهن كان سود احنا بسببكم وصل ويانا الحال يا هل مثلنا لي فكري جبارون الله الله تاريخكم وقلوبكم نفس اللون يتشابهن واثنينهن كان سود احنا بسببكم وصل ويانا الحال يا هل مثلنا لي فكري جبارون الله معقوله ميتين احنا ما مدفونين الله شاليش عدلين وكلبين الدود الله الله معقوله ميتين احنا ما مدفونين شاليش عدلين وكلبين الدود ايه للحزن مفتوحه حسميه باب بس الفرح باب الوحيد المسدود عشنا بوقت عدهن اذان الحيطان والله صحيح عشنا بوقت عدهن اذان الحيطان حيطان بيتك ضدك تصير شهود بس يا عراق اسمك يظل اخر جيل سنت. كل الاسامي تروح واسمك موجود احسنت احسنت الله يسلمك ايه مقتدر اي هي هم من نفس الموضوع هاي رسالة هي رسالة من شعراء شباب أنا قاطع مقتدئ من شعراء شباب اتخذوا المبدأ وسيلة الوصول وليس التسقيط والتشهير فعلا أحسنت تدور روح لك نفس الموضوع أقول إيديهم طالت خوش وكتلوا كل الناس خوش سلبوا نهبوا وما هم مش كتلوا على ميز الليالي وقعدة التجار
من دم اهلي شفت بكاسهم شربوا. الله الله من البدايه. ايديهم طالت وكتلوا كل الناس، سلبوا ونهبوا وما هم هم شكتلوا على ميز الليالي وقعده التجار، من دم اهلي شفت بكاسهم شربوا. الله الله. اذا 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 بارود زرعوا يا حصاد نريد، بس رقاب تلقى بقاحهم حصدوا. الله من الله. حرب الحرب من حرب الحرب خلص وقتهم ذاك، وبعد غير الخراب بقاعنا شخلوا، خلصت ما ترد ويسجل التاريخ. أيوة ويسجل الله. شلون انكسروا وشردوا يظلنا العراق. خلصت خلصت ما ترد ويسجل التاريخ ويسجل شلون انكسروا وشردوا يظلنا العراق نعيش بيه. أيوة ونموت. يظلنا العراق نعيش بيه ونموت. لجونا بالليل لجوا بالليل إنه بالليل هم ردوا. الله 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 الله, الله. احسنت احسنت جاد. طبعا شعراء يخبلون صاحبين موقف جدا. يعني اليوم احنا نشوف قله على مبدا، قله من الشعراء اللي تقول لك مثل ما تفضلت قبل شويه تقول انا هاي الحلقه تظلي للتاريخ. للتاريخ ما حد يفكر ترى هيك. لا انا الله شاهد، يعني قبل لا ندخل الحلقه وقبل لا اتواصل انا من اول ما انفتح الموضوع فقلت المقتدى، قلت له هيك حلقه راح تنذكر بعد ايش قال ما تريد تنذكر. هي ظل مرشفه تاريخي سؤالي حتى لا يفوتني الحوار وياخذنا وانسى السؤال. ارد اعيد عليك السؤال اللي سالته لمحمد، ارد اخذ رايك فيه اللي هو نشوف اغلب شعرائنا اللي وصلوا كشباب او كرواد بصوره عامه يبتعدون عن هكذا مواضيع، عن كتابه هكذا مواضيع. السبب السبب تقصير من المؤرخين بذكر التاريخ. لا خل اسمع من هاي الحكايه. ذاك يوم ابو عبد اليوتيوب دكتور جبار محيبس قال اغلب الشعراء ما مثقفون. صح. فهذا ماكو طلع ماكو ثقافه، يعني هم يعني اغلب كتاباتهم وجدان وش اسمه ما يشوفون هاي اللحظه من التاريخ. زين احنا خلينا نطلع عذر للشاعر الشاب، توافقنا الراي. زيان. احنا هسه كاعمارنا ما لحقنا. أي. سمعنا وقاعد نحكي. صح. زين الرواد ايش مالكم؟ والله بعد هي ما تعرف بس ما اغلبهم تحسب عليه طبعا الساعه محمد. لا مش ساعه هذا حق ما بيعيب هو يصير تقصير عند الكل، لكن ممكن انه هم ما اجتهم الفرصه انه يحكون بهيك موضوع. محمد هم ما دام ما موجودين لازم انا اخذ دوره دافع عليهم. ليش احنا ليش ساعه جايين نسولف سيدنا ولا جاي قدام بس مره احنا مو جايين ننتقد. انا جاي يعني اليوم ما ماخذ فرص تبيما. لا يعني ما صعب وصلنا ويحكي ليش ما خوش من يشيل الموبايل ويصور ما لا يصور ينزل منشور هذا نقدر يقدر بس هي بعد تبقى كل من ذاته وتوجهاته. اي تشاشي لك زين صاحبي احنا ما نريد اخذنا الوقت. ايش نسمع من بعد؟ نسمع بس في البدايه وياك اريد اقراها والنظر في القصيده والناس وجوه اكثر من السنون. خوش ناس وجوه اكثر من السنون افا من تالي ويقولون مسبوق ارد للبيت قد ما عني يحجون امد ايدي على ظهرك لما سحلوك. الله الله. اما القصيده هي ترجم حال العوائل الفقيره اللي ما عندهم اصلا مكان يقعدون فيه. احسنت. فتقول احنا صح ببيتنا ماكو مكان. اي هاي اللي غلب خبر. احنا صح ببيتنا ماكو مكان غرفه وحده ومختنق بيها الهوى بس امس لما انحرقنا بذكريات وارتفع دخانها قبل الضوء اختنقت القمره وجت يمنا تبات وكفت لنا الغرفه من النسوان. الله الله. والصبح خيط الضوء يسالنا قام صدق عود القمر يمكن بات امس؟ امنا يم الباب قالت اي جاوبت وبكل ثقه وعزت نفس بيتنا صغير ومليانه كبير. الله الله. غرفتنا اللي بعد نجمه وشمس. بيتنا صغير ومليانه كبير. كف غرفتنا اللي بعد نجمة وشمس احنا ما فتحنا من صاحة وحلال كلها لبدت واحنا تهنا بهالزمن لا بقينا ويا البقى وخاطر نعيش ولا احنا مغربين ويا اهل الظعن. الله. ويا وطننا شلون اذا سئلوا عليه نقول ناقصنا لوطننا بس وطن. الله. قبل من سولفوا يا موطننا ويا وطننا يا وطننا شلون اذا سئلوا عليه نقول ناقصنا لوطننا بس وطن. قبل من سولفه ويا موطننا بيك تسابقا دمعاتنا وقمنا نون بمعضدك نشف الدمعات الجفون وصبرتنا وانقلب طولك حضن ولأم من نحزن تجي تنشف الدموع
قمنا نفرح من يمر بينا الحسن. الله 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 احسنت مختلف تضبط الله يوفقك الله يوفقك حبيبي الله يديمك ايه اي سيدنا عفو محمد انا محمد دمجت بالقصيده اي والله سيد قصيده توثق فتره الشهداء اللي طاحوا بتحرير الاراضي المغتصبه اي رساله اي قول صبرا يا وطن بالرقبه سكين خوش شقد قاعه كبيره وبيها مسجون اخوت بدمهم تفيض البساتين جماجمهم ازرعها وما يخضرون الله الله صورهم هدلت حيطان البيوت وجنايسهم ثقيله تطيح المتون الله الله صورهم هدلت حيطان البيوت وجنايسهم ثقيله تطيح المتون بجثثهم لو ان حرمه تنخت تشوف واحد ورا الثاني لها يقومون الله الله على الساتر ابد ما غمضوا عين وسط قاع المقابر ما ينامون الله الله دمهم ما نشف على الساتر ابد ما غمضوا عين وسط قاع المقابر ما ينامون دمهم ما نشف وحرور تتفور ما تبرد الدلع للي يسيرون الله الله بطول الله الحلو الله دمهم ما نشف وحرور تتفور ما تبرد الدلع للي يسيرون ابو طول الحلو التشنع الرئيس رتابوت بتستاف اللي يشيعون اللي ميتم جهاله وعافي العيال جهاله بكل فرع تسمع يصرخون الله الله اللي ميتم جهاله وعافي العيال جهاله بكل فرع تسمع يصرخون ما ترحم الدنيا واحنا ايتام ولعتهم مو بماضن يسلمون الله يظل جيش العراق محزم حزام على درب المنيه بهمه يمشون الله الله يظل جيش العراق محزم حزام على درب المنيه بهمه يمشون وطننا نضحي واحنا نقابل الموت وننرد العراق نغمض العيون الله 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 يحفظك حضرتك حبيبي يا جار اي محمد خل نسولف على الوضع شويه الوضع الحالي الوضع الحالي يعني انا اتمنى تخلينا نسولف عليه بقصيده قبل لا نسولف قبل لا هي القصيده راح اسولف لك على الوضع الحالي خش هي من اغرب المشاهد يعني يقول مره اذكر صاحبي اللي بصف الاول خوش ايده مبتوره خطيه خوش برحلته قاعد وحيد وحتى ما يحس بنقص قمنا لمينا له من كل واحد اصبع لحد ما لمينا الله 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 وفرح صارت عنده من البدايه مره اذكر صاحبي اللي بصف الاول ايده مبتوره خطيه برحلته قاعد وحيد وحتى ما يحس بنقص قمنا لمينا له من كل واحد اصبع لحد ما لمينا ايد وفرح صارت عنده ايد ويا كل رفعت علم يوم الخميس قام يرفع شفه من يقرأ النشيد الله الله ومرة أذكر جارنا المات وجهاله بانفجار مغنتب ومدر الشريد الله قام باع طحين بيته وجاب مرجوحة وغبش بيها القبرهم لأن كانت يوم عيد الله الله مرة أذكر جارنا المات وجهاله بانفجار مغنتب ومدر الشريد قام باع طحين بيته وجاب مرجوحة وغبش بيها القبرهم لأن كانت يوم عيد الله وقبل كان العيد عيد ومرة أذكر يم نهر دجلة وضفافة رح تصيد بشمرة السنارة من رجعت دي الشص لمسطين الجرب الله وغزر بسنارة الطين اللي مسها وما رضت من خير صيد الله الله حتى الطين غزر بالحديد الله حتى الطين غزر دجلة وضفافة رح تصيد بشمرة السنارة من رجعت دي الشص لمسطين الجرب غزر بسنارة الطين اللي مسها وما رضت من خير صيد الله الله حتى الطين غزر بالحديد ومرة أذكر شجرة التك فرعنا المايهيد ويا كل حلة مدارس تاخذ الطلاب منها ايش كثر نصحوهم أهلهم بعد لا تدنون يم وما يفيد هزوا التكية حيل وطاحش عصفور باني بيها كان الله وبطاير لحد ما جت البنية وما سكن الا بعش جديد الله قلبوا جنحانة قلبوا جنحانة لما مكتوب بيها الوطن ما يرخص فقط عد العبيد الله الله مرة أذكر مطر والدنيا رعيد وطالع يود الرسائل للخلق ساع البريد أمي يرجف شافته وبردان بين من بعيد نزعت من القمصة للعند الوحيدة ولطتها شقد حنينة عذبت بثيابنا بعز الشتاء رغم كان العوز اقرب الله 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 يسلمك الله قصيده تجنن وكبيره جدا فدوى لك الله رسائل متعدده به الله يعزك شكرا لهذا الوعد ممنون انا من طيب فدوى لك اي مقتدر اي سيد اخوي نسولف لو تقرا قبل لو شو تريد هي الان اذا اقرا اقرا وجداني لان عقب هاي اللي شفناه لازم شويه الوجدان له حصه
ثابته هذا كل برنامج. خوش اليوم نشوف عفوا محمد السولفن يعني الانفجار اللي يتم الصار الأذية اللي عاشاها العراق ترى كلها مرتبطة بالطاغيه هي كلها امتداد لهم فعلا. يعني اتيتمت ناس النسوان ترملت واطفال اتيتمت كله بسبب تفكير محدود تاخير صار بالعراق يعني صحيح. اتاخر وانتقل انتقال نوعيه للاسوء فعلا مو مو هي هاي مخلفات يعني مخلفات صدام حسين هن هذن احنا جاي يعني احنا صح حسان اليوم يجينا واحد يقول لك محمد ما ملحق على صدام بس انا لحقت على مخلفاته هاي هاي الاشياء اللي احنا جاي نعيشها يعني احنا كلنا بسبب طب نباع باليوتيوب نشوف صدام لعنة الله عليه ونشوف ولده سووا بالعراق فعلا وش فعلوا ونشوف قصي سووا وش لعب ونشوف حدي بعد ما يتسولف عليه يعني اجرام حقيقي شنو عائله بحاله تندفن مقابر جماعيه صارت مره صوره رواني احد الاخوه بان طفله امها حاضنتها ودافنها هو هي ومعادله ومميتها بيد الله اكبر والله العظيم والله العظيم الله المميه ماكوله وضال هذا الفوق ضال بس هو مترب وهم هي وامها عادلين الله زين هذا هذا من نوظفه احنا كشعراء وقصيده صعبه لا مشهد مشهد يخوف من نكتب عليه مو صعبه بس قول الوعي قلت لك يا سيد هي قله وعي من وخاصة شوف جبار أو التجاهل الزايد جبار محبس أنا ذاك اليوم أتناقش وياه بيت الأستاذ عباس عبد الحسن الفتحية الفتحية الأستاذ عباس عبد الحسن فصار نقاش بيناتنا قلت له أستاذ أنت شلون تقول جيل أمي؟ مو أنا محسوب على هذا الجيل قلت له أنا مو أمي أنا بالنسبة لي كتب جاي أقرأ يعني جاي مأدي دوري مثقف روحي باللي أقدر عليه قال لي محمد أنا ما أنا جاي أحكي لك جيل كامل مو طلع لي من يمه خمسة مثقفين واعيين لا تطلع لخمسة جيل كامل انا جاي اقول جيل امي اي صح جيل يعني كامل. صعب اليوم انت تلقى لك شاعر شاب مطلع انا الله شاهد علي ماكو شاعر بجيل الستين بجيل السبعين بجيل الثمانين بجيل التسعين ما مطلع علي عنده ديوان ما مطلع علي احس من يمه تقصير كلهم دواوينهم عندي قاريهم لازم نمر بيهم تجي ترجع علما تاريخ العراق شلون ما تقرا تاريخ العراق صح. انت باكر عقبه شاعر لقاء مو الا تجاهل لقاء على مو تاريخ العراق لا مناقشه مداوله بقعده ويا اصدقاء مشكله تنحرج ما يصير يعني الشاعر لازم يكون مثقف عام لازم كل شيء انت تعرف لازم ماكو شيء مثلا انت اليوم تريد تصير دكتور تروح تدرس طب تصير دكتور خصاص بالضبط تريد تصير مهندس تدرس هندسه بس لما تريد تصير شاعر لازم تدرس الكون كله الله حتى تصير شاعر الله. فهذا يعني الشغله منتهمه يعني ما دام انت تريد تصير شاعر وتريد توصل وتريد تصير اسم رساله اي كاظم اسماعيل قاطع ما صار الا قرا الادب الانجليزي كله تجي تلقى كاظم اسماعيل قاطع شي يتناول القصايده يعني اشياء تخوف يتناول سي زيف هاي الشخصيه شلون اجت عن فراغ يعني ما معقوله القاطع قاعد ببيتهم وقال خل اكتب على سي زيف لو قاري وعرف شنو قاري فشي مفصل عنه تام يلا يلا يقدر كاظم يعني ذات واد واحد هي الشاعر كل ما تزيد ثقافته ويزيد وعيه كل ما يزيد ابداعه بالقصيده تشوف انت اثنيناتهم هم نفس العمر لكن شنو فرق بالعمر الثقافي بين شاعر ومرات تلقى انت عمر يعني شاعر سابقك فد بعشر سنين لكن فعلا. انت اكبر منه بعمر الثقافي فعلا هو الابداع يجي من الثقافه ما يجي من غير شيء واحد اطلاعه ثقافته شلون يعني نقول ماكو تقصير من ناحيه اعلام وماكو تقصير من ناحيه ظهور يعني احنا اليوم اي بوقت يعني بوقت كل ادوات متوفره انه لما يطلع واحد يقول انا مظلوم اعلاميا أي. اللي يسمع راح يضحك علي أي. تلقائيا ليش؟ لان انت عندك موبايل ارفع موبايلي اصور القصيده وانا اضمن لك وصولها اذا كانت قصيده حلوه قصيده بها ماده لا توصل اصلا عن قدر اكو شعارات طلعوا بشطر صدر صح اكو هوايه اسماء صدر والله ايام المنتديات اليوم المنتديات بكثره وكل المنتديات جاي تساهم ابتداء يعني ما شو تريد تذكر منتدى العراق منتدى الرساله منتدى المدينه منتدى رحيم المالك منتدى ثامن سمع شوف هذان كلهم ببغداد منتدى السياب منتدى الشعله منتدى الامين الثقافي منتدى اوزان ما الشعله مال حسين بحث منتدى قواميس
واعدد لك هسه مستعد اعطيك 20 اسم منتدى بس ببغداد. يا شعراء بغداد ماك تقصير اعلامي. انت روح شكو بيها اليوم انت من تنضم المنتدى محمد. محمد هي انضم المنتدى في مو مفيد انا وياك منضمين منتدى الكل مختدى هسه هو وجودكم رساله اللي يقول بان انا مظلوم اعلامي. اي صح ماكو اي ظلم اعلامي. احنا اليوم تبحث على شاعر شاعر فعلا. وليس شاعر مشهور صح. انا يعني جبته بالحلقه مو مشكله اجى بالحلقه اول شيء راح يصير متفضل عليك صح؟ كأنه موجوده لا القصد نكون واقعيين نحكي الصدق. اي صح. ثاني شيء بان ما تاخذ منه شيء جديد. لا انت ما انت البرنامج شنو الغايه منه؟ هو شاعر اطرح وجوه جديده للساحه وجوه شعراء جنن مثلكم ما مطروح. وهي البرامج ما تستمر اذا ماك شعراء. لا والله والله العظيم يعني انا اظل البرنامج نفسه اجيب فلان وفلان وفلان وحطيته. لا لا بد تجي دماء جديده تنمد بالشعر الشعبي. انا اتمنى من كل مقدمين البرامج اللي موجوده حاليا بالساحه انه تصب نظرها حول المنتديات لان المنتديات اليوم كل منتدى بي اقل شيء 20 شاعر شاب. منتين من يعني منتدى المدينه الف تحيه الف تحيه والاستاذ علي عظيم المؤسسين يعني قاعد ينتج طاقات تجنن طاقات تخبل منتدى المدينه منتدى الرساله منتدى الرساله الف تحيه لابو دانا وابو جنه وعلي شاهين وكل القائمين على المنتدى يعني قاعد تطرح اسوان تجنن يعني هم خاصه الولد ابو دانا ابو جنه يعني فوق ما يعني يحبون الشعر بعيدا عن الشعر للامانه سيد صرف صرف وجيبهم انا والله العظيم اخوت وادري بهم الف تحيه تحب لهم صار موقف يعني للامانه ينذكر قبل فتره منتدى العراق منتدى العراق انا يعني ما صير امسيه فكل امسيه يعني انا موجود بيها ليش؟ لان هو منو بمنتدى العراق؟ هو عباس عبد الحسن المدير مال المنتدى والباقين الاعضاء ما بي اعضاء هو متكفل بصرفيات المنتدى. صح متكفل. فش قال لنا؟ قال لنا انا ومرتضى ابنه لان احنا بصلتنا اقرب للشعراء الشباب. صح. قال لهم شوفوا لكم شعراء شباب بس كونوا يستحقون لان هذول شو يسوي هو بالمنتدى؟ كل امسيه بها محافظات وبها بغداد. صح. فقال اللي يستحقون زين. بعد ابو البوسترات. اي فالله شاهد يعني بعد النوب جاي نطيل اسماء قال بس وقفوا مو جماعتكم اللي يستحقون. شاعر شاعر. شاعر اللي يستحق الشعر. فاليوم الشباب ايضا يعني جاءت تجيها فرص ترى المنتديات اليوم هواي صدرت نجوم القنوات باليوتيوب مثلا قناه ليلو الف تحيه سجاد نحسن اليوم صدر لنا نجوم سجاد صح. اكو اسماء سجاد صدرهم من خلال جلسه صح. شعريه زيد خلف ايضا الف تحيه له يعني قنوات جاءت تشتغل على الشعر وجاي يوصلون الشعر اليوم بعد وصلنا لمرحله ماكو ظلم اعلامي. انت قلت حلوه حكايه حلوه قلت يقول انا مظلوم اعلاميا بيت شوكيز يضحك علي صح والله العظيم ماكو لا مستحيل يعني ما عندك انت عندك فيس وعندك انستغرام وعندك كل المواقع ما التواصل انت بجهازك هسه هذين كل واحد وتحكي له حضور مال المنتديات اي واحد يحضر منتدى مستحيل ما يقرا مستحيل زين واذا خاصه اذا شاعر يعني شاعر زين اكو ناس تحضر منتدى ايه وناس تتعب بس ما جاي تاخذ فرصه انا اعرف طين اسمه والله هو اسمه طين اسمه وانا اضمن لك قراته بمنتدى العراق ومنتدى الرساله يعني انا من رخصه اخوت هم المؤسسين والقائمين على المنتديات انا اضمن لك قراءه بهذن المنتدى هم موصين يعني هذن المنتدى يعني هسه الفيديوهات جاي تطلع اغلبهم من يمن فراح يصعد هواي ولد اعرفهم شعراء هسه احنا ما نقول شعراء يخبلون فول بس شعراء لا مو احنا شو تقول لي اليوم سجاء العفو مختلف العفو الشاعر المتكامل جدا تلقاه بين بس انا شلون الشاعر اللي يخبل نقول عليه شلونه كامله اذا ما هو لازم واحد يحتوي بس ما الله شاهد بالمنتديات جاي يصير تعب فوق ما تتصور والله العظيم جاي حتى اكو شعراء ما مثلا ما يعرف وزن يعلمونه وزن يعلمونه وزن مرحله بالمنتديات فالمنتديات اليوم ما انقصره هاي احكيك مو بس بغداد ماكو محافظة اليوم بالعراق ما بيها منتدى صح البصرة بيها تقريبا ثلاث منتديات او اكثر يعني آه البصرة كلش هواي بس لا بس هسه يعني الفعالات صح. بكل المحافظات اكو منتديات فعالة وجاي تصدر طاقات صح. شبابية واكو هواي اسماء وصلت من خلال المنتديات محمد لا انسى السؤال الكل ذكرتهم تحية ألف تحية لكل منتديات العراق وكل القائمين عليه ألف تحية إلي خاف يعني صار من عندنا تقصير فعلا. او نسينا صح. لكن الكل مطالبين بالموقف انا احكيك على رؤساء منتديات صح يعني مثل هذا الموضوع ما حد قاعد يتناوله
مثل موضوع جانب غير مناسبه ما اريد نطرحها، خليها يعني تحسب انه صراحه كقناه تحسب انه فعلا صح، لان هكذا مواضيع ما حد قاعد يتناولها. الله شاد، يعني انا كلش فرحان بوجودك يعني هيك حلقه. الله يسلمك، الله يخليك، لانه حلقة. موضوع غريب جدا وما حد راح يتناوله. يعني اكو مواضيع ما حد قاعد يقول يعني ولا واحد قاعد ياخذ منها. اليوم انت كشاعر شاب اي مطالب بشغلك، وهي انا اقول لك ان شاء الله ما هي قلتها. اليوم انت طلعت حصلت لك فرصه اعلاميه صح، فاليوم من نذكر ناس وناس ما تنذكر هذا مو تخسر لا منك ولا مني. زين انا راح اعطيك رقم مثلا اقول لك 2 3 5 غير ايه. بهالحاله اذا الباقي زعلوا علي شلون لازم انا اذكر المنتدى ب 40؟ بس انت كذا اختك مو هي ذا اختي يعني انا هسه راح تحجمني. تريد الصدق انا خلي اكون واقع وياك، من اذكر لك راح اذكر لك اصدقائي ما راح اذكر لك ذا. رايك مو اريد 5 من منتدى المدينه. 5 سجاد يعني سجاد صباح يعني برايك يستحقون يكون لهم حلقه؟ منتدى المدينه كلهم يستحقون تكون لهم حلقه. الكل شعراء يجننون كلهم صح، وكلهم ترى منتدى المدينه كلهم اخوت فعلا. منين تبدي يعني على العظيم الحد جوز الله شاهد كلهم اصغر واحد كل منتدى كلهم يستاهلون يعني كعمريا وليس شعريا. اصغر واحد هسه انتموا لهم طبعا هم التفتوا التفاته تقبل على الجيل الجاي، وسعتهم مهرجان اسمه الجيل الثالث ادري يتناولون به الشعراء الشباب، فمن خلالهم حسن هادي اذكر يعني لي هذا الجيل عاشت ايدك حسن هادي راح اذكر لك يعني الجيل الاخير الصعد منتدى المدينه. تحيه لحسين الباحث صاحبه واخوه حسين الباحث سجاد صباح على طالب على طالب ولد كلهم شعراء يجننون يوسف كلهم شعراء يوسف عبد الحسين يوسف عبد الحسين يوسف وياكل بالطريق كلهم والله. المهم اذكر له 5 اخذنا الحديد. انا اقول لك راح اذكر لك قلت لك يعني من الجيل اللي هستوى صعد رضا عقيل انتمى لهم حسن هادي هم انا هذول اللي اعرفهم انتموا بعد لك 3 بعد 3 يعني ما يصير عبور. مرتضى عباس خوش مرتضى عباس شاعر يجنن والله ما هواي اسماء يعني كلش هواي اعطيك يعني عاد اطلع من منتدى المدينه يعني عاد من غير مكان انت تشوف وانت مخير. اي مرتضى عباس من منتدى العراق مثلا، منتدى الرساله بالنسبه للشباب هوايك ويونس يونس محسن لا خل اكمل على رحم وموسى المحمداوي كرار سعيد موسى المحمداوي شاعر جن يخبلون كلهم كلهم والناسيهم كلهم يجنن. على موسى موسى يعني ملتقين انا وقاعدين فعلا يجنن. شكرا في دول العالم وتحمل مسؤوليه المشكله راح تجيك انا معلي. لا انا ما ذكرتهم ناسيهم الله شاهد، بس الله شاهد كلهم شعراء وخبلون كلهم شعراء وكلهم يعني انا اصغر من انه اذكر اساميهم الله شاهد كلهم لهم فرصه سواء يمي او نقدر عليه برنامج انه تاثير عليه كلهم ان شاء الله ياخذ فرصتهم. مقتدر قبل لا تذكر لي اطلب قصيده مال ذاك البارت. اي خدمتك. قول ردينا كل من راح يمشي بدرب خوش وبقلوب نمعاتب وهوسه وحزن ديك المسية ومن رجعنا غرب مدفون شن وطالع من الدفن الله الله بفراقه وحش البيت لما نطب الله حيط ردينا كل من راح يمشي بدرب وبقلوب نمعاتب وهوسه وحزن ديك المسية ومن رجعنا غرب مدفون شن وطالع من الدفن الله الله بفراقه وحش البيت لما نطب حيطانه تصرخ وبرد ما يسكن من صغر شايب والحزن بالقلب من صغر شايب شاشاف القطن الله الله من صغر شايب والحزن بالقلب من صغر شايب والحزن بالقلب من صغر شايب شاشاف القطن ما جازن عيون ودمحن يصب ما يعيشن بلا ماي مثل السفن الله دارت علي وكل شي صاير صعب الدنيا كلها بعيني صار السجن الله لما يمر دارت علي وكل شي صاير صعب الدنيا كلها بعيني صار السجن لما يمرني بروحي تبدي الحرب ليلي برماح الملام انطعن الله تبقى الله المشاهد دارت علي وكل شي صاير صعب الدنيا كلها بعيني صار السجن لما يمرني بروحي تبدي الحرب ليلي برماح الملام انطعن تبقى المشاهد بها خوف ورعب وارسم على الشباك دمعة وجفن الله الله ويفيض دمع تبقى المشاهد بها خوف ورعب وارسم على الشباك دمعة وجفن ويفيض دمع
وما امسحه صعب، ما ينمسح ما راسم ويا ردن. الله بالليل ذاك ويفيض دمعه وما امسحه صعب، ما ينمسح ما راسم ويا ردن. بالليل ذاك ومن رجعنا غرب مدفون شن وطالع من الدفن. الله الله الله، شكرا لهذا الوعي المقتدر. الله يسلمك. قصيده تخبل، هذا الشعر اللي نسولف عليه، هاي الناس تستحق تظهر. يعني يعاتبون ويجزون رسائل بعض الشعراء، يابا انت مقصر بفلان محافظه، صح انت مقصر بكذا قضاء، زين انا اذا ما مصدر لي اسم، صح انا واجبي ابحث، صحيح لكن ابحث خمو واتعنى للمحافظه الفلانيه، او اتعنى عفوا للمنطقه الفلانيه، او يا لعدة شعر غير كون طالع. هو المفروض يساعد نفسه، طالع الفيديو مقطع، طالع لي يعني مقطع اشوفه احكم. انا مو قياسا يعني بين انا اقيم، انا اصغر من هالموضوع خلينا نقول حتى لا تحسب عليه، لكن يوم الشاشه مطالبه بابداع، صح اي لازم، صح الشاعر لازم مجرد يستحق. انت مجرد ما تجيبه ضيف يمك فهو محسوب عليه، محسوب انتهت فلا. ويعني انا اذا طلع بشيء مو ملائم للشاشه راح اول ما يجي الحكي عليه، صح من ناحيه وسطنا، صح كلام، لان هوايه عالم تستحق اكثر بالقصائد. الحداثه لها حصه، والحداثه ابدا اسولف وياك زين، سولف لي شيء مختصر عليه. انا اقول لك هي الحداثه هي قسمين هسه حاليا جات تنكتب، اكو حداثه حلوه خوش، اكو مثلا اكو الشعر ما يخلص ابد، فلليوم اكو صور ما حد متناولها خوش، واكو من ضمن هاي الصور يعني هي التفاتات موجوده باشياء جديده يعني حديثه بس حلوه، واكو اشياء مفرطه سيد، اكو اشياء مفرطه كلش. انت يعني لازم تفصل الحداثه، الحداثه بالافكار والحداثه بالادوات، واحد مو هي لا، وصلوا اليوم المرحله انه انا من اريد اكتب حداثه بالادوات، اكتب بادات يعني ادات ممكن يعني تسمعها تضحك. محمد اكو حداثه صارت جهل فعلا، يعني مثلا اكو شاعر يقول لك خلنا خدمك بها، اكو شاعر يقول يابا انا والله اكتب تفعيله بهاللهجه، ايش تلقى لازم تفعيله، لازم تشوف حاكم روحه ملابس محدده وشفقه، انا ما اعتقد لها داعي فعلا. سيدي هي العالم مظفر النواب أدهم. من اصعب الشعراء اللي ممكن انت تتاثر به مظفر النواب، صعب تتاثر به، فاللي يقولوا صعب تفهمه بعض قصائده ترى، لا واي واحد شوف هسه هي موجوده هواي ما يحبون مظفر النواب، مو ما يحبونه كشخص، ما يحبون كتابته، ليش؟ لان ما جاي يفتهم وين جاي يسال، ناقص وعي، مظفر النواب اي، فصعب انه توصل لهيج كتابه بالبدايه تفتهمه يلا تتاثر بيه، غير طبعا انت شلون تاثر بيه اذا ما قليلين شريت. قليلين جدا المتاثرين بمظفر بصوره صحيحه، واكو بيهم يكتبون التفعيله، يكتبون التفعيله بتفعيله لون من الوان الشعر اللي تخبل للجنن، يعني انت من تسمعها تحس نفسك انت صح قاعد هنا، لكن انت بعالم القصيده داخل مكان، صح يعني من ترجع للعالم الطبيعي تحس بغربه، لان انت حبيت هذا المكان اللي عشت فيه، صح بالقصيده. بس شنو هسه حاليا اللي جاي تنكتب مو الكل، يعني يعني اكو قله جاي يكتبونها بطريقه مو حلوه، يعني قامت تنكتب بدون فهم، يعني انا بس اعطيك فكره صعبه بس هي ما بها معنى، اكو افكار صعبه من ترجع لهم بهم معنى، تصفن لها بها معنى، اكو هواي قصائد الكاظم والاسماعيل قابا سرياليه بها معنى، اللي هي تقول القله القليله، القله القليله اللي قاعد يكتب هذا اللون من الحداثه، انت قاعد راح هو قاعد يشوف اكو تلقي. سيد خل اضربك مثال على الحداثه، صح انت قاعد تفهمني مقتدر، بس خل اضربك مثال على الحداثه وشوف الحداثه وين بلون، يكتب بلون ايه؟ هو نعرفه غلط بالحداثه بس الجمهور قاعد يقول له الله سيد خطا مو بي، ما لك علاقه بالجمهور سيد، احنا اليوم هسه انا من الناس اللي تكتب ماده، انا قاطعك، انت تكتب ماده والجمهور حبها، راح تكتب نفسها ولا مشكلة؟ مو المادة تكون غير تكون، مو هي المشكلة إذا أنا ما مقتنع بالمادة، مو هم أكو بيهم أنا مناقش هواي يومهم، أكو بيهم هم ما مقتنعين بالمادة، قاعد أقول لك إحنا من ساعة سولفنا أي. سولفنا بموضوع مقتدر، قلت لي سيد مبتعد على الوسط، صح؟ أنا مبتعد على الوسط؟ علي عليك أي أنت مو قلت لي مبتعد على الوسط؟ أي صح قلت لي ليش؟ قلت لك أنا أكو لون قاعد ينطرح ما كتبه، أي صح يعني ما 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 أعرف لا كتبه، بس تقدر تواكب بلونك، بس أقدر أواكب بلوني، صح سيد خل اضرب لك مثال على الحداثه حتى لا يضيع الموضوع، الحداثه بالادوات والحداثه بالافكار، خوش يعني احنا جزء، احنا هواي تشوف شخص قريب عليك وهاي من يروح منك تحس ايش قد تحبه، صح مثل كاظم القاطع يقول اسهر بفنجان فارغ،
شوف الفكره شيخ حديث اسهر الفنجان فاره واقلب الروح على نارك باسمك وطشيت حرمل زوقت خدم بشراره شنت ما فاطن لحسنك لا تنبين للبعد كل الجمال في ست سمارك ليش وانت بعيد احبك ومن سنت وياك كل ساعه انت عارف الله ايش قد فكره حديثه وايش قد موجود صح لو لا وايش قد سهله بالضبط هو كاظم يعني بالافكار وبالادوات كذلك عنده ادوات يعني ادوات حديثه موظفهم بتوظيف يخبر الادوات الحديثه وشوف الرساله الموجوده خوش يقول احبها ويقسم برب الجلاله هي يقول احبها ويقسم برب الجلاله هي روحه هي روحه وطيف ما يفارق خياله فتح ميز الرغبه لها وسكره والحد الثماله وثاني يوم الصبح قعدت شافت على ثيابها اثار النذاله ومن هذاك اليوم صار اصفر وجهها البرتقاله الله الله هذا كان هاي هاي هسه هاي ذات حديثه برتقاله برتقاله وين خلاها؟ خلاها برساله مهمه رساله ما اعرف مقتدى لا ياخذنا الوقت اكو قصيده حتى قاريها بمنتدى الرساله سامحها وتجنن شدت حيل شدت حيل قول شدت حيل ما ادريش بيها دنياي خوش للي معذبنا خلتنا اشتكيله رباط ايده وتعبنا وعكس وياي عكس النخله من تمشي الفسيله الثلج مهدور دم بديرة الماي الله الله الثلج مهدور دم بديرة الماي كتله الماي والماي الله الله الله, الله شدت حيل ما ادريش بيها والله بيتم الهلا معذبنا بدور على سيدنا شدت حيل ما ادريش بيها دنياي للي معذبنا خلتنا اشتكيله رباط ايده وتعبها وعكس وياي عكس النخله من تمشي الفسيله الثلج الثلج مهدور دم بديرة الماي المايل يكتل الماي والمايل يشيله بجدام رحت متعنب الواي الله شم خيال الحافر حصيله العمر ينزف سنين سنين قبال بهداي لقيت الروح يم بابه ذليله نبت بي السهم صوبنا رماي واسحل بالدرب جفت الجيله الله الله نبت بي السهم الله الله نبت بي السهم صوبنا رماي واسحل بالدرب زدت التجيله جريت السهم تبدل احشاي ارد السهم ما عديلي الليل الله الشمس يبس الدم وما مش بياي الدرب كتال مقتول اعتنيلي الله يروح بس شلون بالجاي الشمس يبس الدم وما مش بياي الدرب كتال مقتول اعتنيلي راح يروح بس شلون بالجاي الوقت ما ادري شو محمل الشليله الله طاح ذيك وانا طايح بهاي الله. لحظه تروح عشرتنا الطويله رافقني الحزن من صغر وصباي شبينا وكبرنا في فرق الله الله, الله. احسنت مقتدى قصيده تجنن انا ما سامع الاخير بيها صوت منها ترى مو بيها وعلي بس قصيده تخبل تخبل ومن القصايد اللي احبها الله شاهد محمد انا ما اريد اداهم الوقت يا اخي تحضر لي قصيده بين ما مقتدى ايه يذكر له خمس اسماء عبالي ناسي شلون بس محمد ورطة انا استوى اكل بروحي اقول عبره لا اسف عليك ايه والله ذات يعني انت حسب قناعتك وذا اختك انا ما علي انا تطرحهم ان شاء الله تكون لهم حلقات ان شاء الله اكيد محمد شلش اكيد شلش لازم له حلقه ثانيه الا ايه محمد شلش لا هذا عمره لا ما ينعبر ايه فوقها خمسة يلا فوقها خمسة لا فوقها أربعة لا غير خمسة اسماء هي بعد الأحسن تذكر أربعة تدخل بمشاكل على الأقل واحد تطلع من يلا مو محمد شلش محمد ترى عد ضيف تذكر اليوم محمد ضيف عد لا ما هو عود عبالة يطفى لا مو هيك مو من جاي يلا عاد أنا عدد لك خمسة اسماء بس أتمنى ما يزعلون لأن والله العظيم لا هي راح أذكرهم يعني جزء مقربين علي والله شاهد ورا الحلقة راح أنا أذكر لك أسماء من غير ذكرتهم وذكرتهم اللي بالبداية هم لهم قصة إن شاء الله اسماء مرتضى عباس يخبو سجاد حقي سجاد يخبو سجاد الف تحيه سجاد منتدانا مال رساله مختدي ايه الذكره محمد ما ذكرهم لا ذكر مرتضى عباس مرتضى عباس يلا عاد ما ذكره لا احنا مو ما ذكره احنا مو استقاصا بتلاسل عليه شهاده بس ذكره محمد احنا نريد فرصه لغير اسم غير اسم يعني سجاد بعد انضمن سجاد حقي خبط سجاد حقي سجاد من منتدانا رساله مثلا كرار سعيد هذول ذكرتهم اخي محمد اسماء ما ذكرت ما جاي تعذر الناس واحدك اصدقاء والله ما جاي تعذر الناس ما ذكر منو تريد اذكر هم جاي فاضل زبوده فاضل يخبط فاضل زبوده
دكتور مصطفى من منتدى الرسالة. دكتور مصطفى كذلك. علي شاهين ليش ناسين؟ علي شاهين انت قلت لي بجيلك. لا انت قلت لنا شباب علي شاهين. على سابقنا بتجربة واستاذنا. علي شاهين شاب ليش تكبرونه؟ لا لا وين شاب؟ علي شاهين كبير. علي تحية له شاهين. لا حتى ما حد صاحبه كبير كلش والله. كبير بالعمر ليش شوي. شاهين انطق موضوع بعد. ايه كلش كبير. محمد لا اخذنا الوقت اريد قصيدة. محمد شبعت من التعب. اي صح. هي مسك ختام راح اخذ. خادم الله يسلمك شبعت من التعب ترستني الهموم خوش قبل ما تشبعتني من الدلول الله الله شبعت من التعب ترستني الهموم قبل ما تشبعتني من الدلول الله اظل اليمته لابس سود الهدوم وعلى موت على موت الفرح دار 12 حول الله اثاري الدمع ترشيت العيون وثار خدود عشرة ويا اتجاعي اريد الكلمة تطلع مني البتون حتى تلامس قلوب وتشوادي اريد الكلمة تطلع مني البتون حتى تلامس قلوب وتشوادي امس عركة ودفعناها بالتهون بين الغيمة وبيوت المقاريد الله سهل الغيم اخاف ان تمطر نجوم وتضيع نذر تتراب بتشود الله ترسب نسمع سهل الغيم سهل الغيم اخاف ان تمطر نجوم والضيع نذر تتراب بتشول الله ترسب نسمعتها نغطة البوم ومهجت اللف عليها من الحزن طول ضفيرة من السم مدت على الياء غفلة ولن بيها أصبحت معقود الله ومفتاح الله. السنين من القفل ضاع وبقيت بلا نفس بالقاع ممدود الله أثار اللي ينشره هم يرد ينباع والمنه يظل تتقاسم الدين الله 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 أحسنت محمد خذوا العيون احنا الوقت داعمنا وما حسينا بيه الله شكرا محمد شلش خذوا العيون شكرا لحضورك وتواجدك شكرا لتلبية الدعوة خادم مقتدى شكرا شكرا تعبتكم اتمنى ان شاء الله ما تعبناك الله يسلمك تعبتكم حكيتكم وجوزا خرجتوا لا بس لا ما شاء الله يتفهمون الوضع بعد هسه ورا ما كملنا اتمنى ما حرجناكم وبالاعلان احنا قلنا لك سيد لا تتطرق للموضوع مال الاسامي خادم حجيت النبي ومن ما اعتذر لا تعتذر صحيح تعتذر هذا ما تعتذر اذا سادة المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا وتغطيتنا الخاصه لهذا اليوم انتظرونا بتغطيه وحلقه جديده لقناه الايام الفضائيه كونوا معنا في امان الله ومع السلامه تاريخكم وقلوبكم نفس اللون يتشابهن واثنينهن كانن سود على ميز الليالي وقعدة التجار من دمه اللي شفت بكاسهم شربوا قمنا لمينا له من كل واحد اصبع لحد ما لمينا عيد وفرح صارت عند عيد ويا كل رفعت علم يوم الخميس قام يرفع شفه من يقرا النشيد ثلج مهدور دمه بديرة الماي كتله الماي والماي بيشيل الله الله الله, الله.